نروح معاك ايضا لخبر يمكن ليه علاقه بالعلوم بشكل او باخر، وحقيقه برضو يرجع للتعجب. خلينا نقول ان الولايات المتحده كشفت عن اكبر طائره نقل في العالم، المسافه ما بين طرفين الجناح بتبلغ تقريبا 117 متر، يعني المسافه ما بين طرفين الجناح 118 متر، وبيصل وزنها ل 230 طن، وارتفاع عن الارض بيبلغ 15 متر زي ما حضراتكم بتشوفوا معانا في الصوره. الخبراء بياكدوا ان الطائره دي مزوده ب 28 عجله قادره على نقل حمولات تصل الى 250 طن، يعني سفينه فضاء. خلينا نقول سفينه فضاء دي طائره ايه برضه؟ انا مش فاهمه طائره. واضح انها تبقى طائره، يعني هي ممكن طائره نقل بضائع وشحن، بس يعني خلينا نقول من الاير الثقيل شويه، ثقيل قوي كمان. ثقيل جدا بس شكلها حلو، يعني تحسها كانها طائرتين في بعض. ما هي كده فعلا. انت متخيل المسافه 117 متر، مسافه الجناح 117 متر، يعني يعني ده يعني مسافه، يعني مسافه تجري فيها اصلا.